يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم من ينام عن صلاة الظهر ولا يصليها إلا في الساعة الثانية والنصف، وذلك لأنه ينام النهار لعمله بالليل؟ لا يجوز له أن يترك الجماعة، ومربوط بصلاة الجماعة، صلي مع الجماعة ثم ينام إذا كان يريد أن ينام. نعم، انتهى. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم.